أنا عايز أقول لكم أمر مهم جدا. الأمم بتصمد مش بس بقيادتها، الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها. وبالتالي أمر مهم قوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا. وأرجو منكم جميعا يعني شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وعلى حدودنا الشرقية الآن. هتجدوا دايما إنها لحكمة لا نعلمها مشتعلة. وأنا عايز أقول للمصريين البسطاء، لما يكون لك جار بس عنده مشكلة صغيرة أنت بتتأثر بيها، تصور بقى لو الجار ده البيت بتاعه مشتعل، البيت بتاعه مشتعل، فالبيوت حوالين مننا مشتعلة كلها. لكن شاهد إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تظل مصر آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. يمكن تكون في صعوبات وفي تحديات موجودة، لكن الأمر المهم إن نحن نفضل ثابتين وصامدين، ومش بس كده، وآملين ومتفائلين بالله سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم، والكلام ده أنا يمكن كررته كتير، مصر بتدير سياستها بشكل يعني يهدف في الأمر في الأول وفي الآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون. دي سياستنا منذ يعني مش بس حتى عشان أكون منصف، مش بس حتى في الفترة اللي احنا تولينا فيها المسؤولية، لا حتى قبل كده. وكنا دايما حريصين على ان احنا يعني لا نتطلع ابدا خارج حدودنا، يعني حدودنا اللي احنا موجودة منذ مئات وآلاف السنين لمصر هي الحدود القائمة، ولم يكن لمصر أبدا تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في حدود أو في أرض أو في قدرات الآخرين. كنا دايما راضين باللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه لنا وبنعمل بيه.